ومن العريش ينضم إلينا مراسل القاهرة الإخبارية رمضان المطعني. بعد تحية رمضان، هل لك أن تحدثني عن الأجواء لديك وأنت متواجد في مطار العريش الآن؟ نعم، يعني تحياتي لك حسان. يعني ما زال مطار العريش الدولي يستقبل الطائرات من دول العالم المختلفة وكذلك المنظمات الدولية. الآن حطت في مطار يعني العريش طائرة قادمة من فنزويلا تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة. حتى هذه اللحظات يعني لم تفصح الطائرة عن المساعدات التي تقلها ولا الوزن ولا الحمولة التي تقلها ولا تفاصيل هذه المساعدات. يعني هذه الطائرة تحتاج ربما إلى وقت لتفريغ المساعدات الخاصة بها، ثم بعد ذلك يتم التواصل مع الأطقم الخاصة بها لمعرفة هذه التفاصيل. ولكن مجمل يعني الطائرات التي أتت هنا إلى مطار العريش الدولية، المساعدات التي كانت تقلها متنوعة ما بين المساعدات الغذائية وكذلك الطبية وأيضا المساعدات الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية بأنواعها، سواء أجهزة التنفس أو الأسرة أو الأدوية بمختلف أنواعها والعديد من ما يحتاجه قطاع غزة. مطار العريش وعلى مدار الأيام يعني الماضية استقبل عدد من الطائرات من مختلف دول العالم. يعني هذه الطائرة رقم 17 التي تحط في مطار العريش الدولي، وكان مطار العريش قد استقبل العديد من الطائرات من تركيا والإمارات والأردن وتونس، وكذلك طائرة من منظمة الصحة العالمية، وكذلك طائرة قادمة من الإمارات وهي تابعة لمنظمة الأغذية العالمية التي كانت تحمل العديد من المواد الغذائية الجافة لقطاع غزة. هذه المساعدات حسان يعني تأتي إلى هنا ويتم التعامل معها بشكل فوري عن طريق الهلال الأحمر المصري. فور تفريغ الحمولة الخاصة أو الشحنات الخاصة بالطائرة يتم هنا في أرضية المطار، ثم بعد ذلك يأتي الهلال الأحمر المصري يستلم هذه الشحنات الخاصة به، ثم بعد ذلك يتم التوجه بها مباشرة إلى المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري. يعني عدد القوافل التي يعني حملت منذ يعني إعلان مطار العريش عبر وزارة الخارجية المصرية أن هذا المطار هو سيستقبل كافة المساعدات الإنسانية، من آلاف الأطنان سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. ما زالت المخازن الخاصة بالهلال الأحمر بها العديد والآلاف من الأطنان الخاصة بالمساعدات الإنسانية التي أتت من مختلف دول العالم بشكل كبير. هذا المطار، وعلى مدار الساعة تأتي الطائرات يعني تقل المساعدات لقطاع غزة يعني في ساعات الصباح الأولى وأيضا في الساعات المتأخرة من الليل، وكذلك صباح هذا اليوم يعني فجر هذا اليوم استقبل العديد من الطائرات. غسان بشكل حساني بشكل عام يعني مطار العريش أصبح القبلة التي تستقبل المساعدات من كافة دول العالم. أيضا بعد ذلك يتم التعامل مع هذه المساعدات بعد استلامها من الهلال الأحمر المصرية، ثم بعد ذلك يتم يعني تفريغها في الشحنات الخاصة بها، ثم التوجه بقوافل إلى معبر رفح. يمكن شاهدنا في يعني 48 ساعة الماضية عدد من القوافل التي تحركت سواء على يعني المساعدات التي أتت من المستوى الدولي أو سواء من التي أتت من مستوى المحلي في القاهرة، يعني عدد الشاحنات التي وصلت. أيضا يعني مدينة العريش تحمل يعني ما زال بها العديد من المساعدات والعديد من القاطرات التي تتواجد في شوارع العريش بانتظار التحرك إلى معبر رفح للانضمام إلى القافلة التي ذهبت منذ يوم وهي متواجدة الآن أمام معبر رفح. على مدار الساعة حساني ما زلنا ننتظر الطائرات التي تأتي ونقوم بالفعل في يعني متابعة هذه المساعدات حتى تصل إلى الأماكن الخاصة بها ومن ثم إلى مدينة رفح المصرية. هذا هو المشهد حتى الآن. نعم. يعني حساني. نعم، إذن رمضان كما تتحدث هذه المساعدات لم تقتصر فقط على المواد الغذائية، لكن أيضا هناك مساعدات أو مواد طبية وعلاجية تأتي من خلال هذه الطائرات. نعم حساني، دعني يعني أشير إلى أن يعني الدول العربية التي أتت منها العديد من المساعدات وبالذكر يعني دولة قطر التي أرسلت منذ يومين طائرتين تحمل مساعدات إنسانية كبيرة تقدر بحوالي 37 طن من المساعدات الطبية فقط. هذه الطائرات التي حطت بمطار العريش الدولي، وهذه المساعدات كانت ربما نوعية مختلفة من المساعدات التي أتت ولأول مرة، خاصة الأجهزة الخاصة أجهزة الأكسجين الخاصة
وكذلك يعني انابيب الاكسجين وكذلك الاسره للمستشفيات نظرا للوضع المتدهور ويعني تفاقم الوضع في المستشفيات في قطاع غزة وعدم وجود أسرة وتضاعفت يعني التوجه إلى المستشفيات نظرا لهذا القصف. كانت هذه الطائرات وما تحمله من أسرة سوف تصل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حين يتم فتحه، ستكون هي عونا كبيرا مع باقي المساعدات التي أتت إلى مطار العريش الدولي. أيضا يعني كانت الطائرات الأخرى التي أتت من الدول العربية سواء تونس أو سواء الإمارات العربية المتحدة كانت تتنوع بها المساعدات بشكل كبير، سواء المساعدات الطبية أو المستلزمات الطبية وكذلك الأدوية وكذلك المواد الغذائية الجافة. هذه المواد الغذائية الجافة والمواد المعلبة هي التي تستمر لوقت طويل والتي تنفع في هذه الحالة لكي تستمر وتظل لعدة أيام حتى تصل إلى مبتغاها في قطاع غزة ويتم الاستفادة منها بشكل مباشر. غسان، المشهد هنا في مطار العريش الدولي على مدار الساعة نستقبل هذه الطائرات بشكل كبير وعلى مدار اليوم. هذا هو المشهد، آخر طائرة التي من الخلف هي الطائرة الفنزويلية التي حطت في مطار العريش. إليك حسان. طبعا هنا يعني رمضان عدد كبير من الطائرات تحطه أو تتجه إلى مطار العريش حاملة هذه المساعدات، إذن كيف تبدو الخدمات اللوجستية المقدمة في مطار العريش لاستقبال هذا العدد الكبير من الطائرات؟ نعم، الخدمات يعني الأرضية واللوجستية هنا في مطار العريش الدولية يعني مستعدة على أهبة الاستعداد بشكل كبير، والتعامل مع كافة أنواع الطائرات المختلفة. يعني هناك طائرات تحتاج إلى يعني آليات بشكل معين وطريقة معينة لكي يتم تفريغ الحمولة الخاصة بها، وهناك طائرات أخرى تحتاج إلى نوعية أخرى من هذه الآليات. كل هذه الاستعدادات متوفرة هنا في مطار العريش الدولي، ثم بعد ذلك يتم التعامل معها من خلال يعني يوجد عدد من المخازن الخاصة هنا في مطار العريش. يتم تفريغ هذه الحمولة إذا أتت في وقت متأخر من الليل في هذه المخازن المتواجدة هنا في مطار العريش، ثم بعد ذلك كما ذكرت يأتي الهلال الأحمر المصري للتعامل مع هذه الشحنات ويتم استلامها عبر الشاحنات الخاصة به، ثم بعد ذلك التوجه إلى المخازن الخاصة به سواء على كافة المستويات هنا سواء على الآليات أو التنسيق مع الهلال الأحمر المصري ما بين السلطات المطار والهلال الأحمر المصري. يتم على الفور التنسيق ما بين هذه الجهات كافة للتعامل مع هذه الشحنات والمساعدات الإنسانية حتى لا تبقى في هذا المطار إلى وقت كبير، يتم التعامل معها فورا حتى يتم استقبال غيرها من المساعدات. أيضا من المقرر اليوم يعني استقبال عدد من الطائرات الأخرى التي تأتي من جهات مختلفة من دول العالم. يعني هناك حسب المعلومات التي ربما يعني هي أنباء عن وصول إحدى الطائرات التي تقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وهي طائرة أمريكية ربما تصل إلى مطار العريش في هذا اليوم. هذا أبرز ما لدينا حسان من مطار العريش، وسوف نكون معك أيضا في جديد هذا المشهد. أشكرك إلى الآن من مطار العريش مباشرة، رمضان المطعني مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لك رمضان.